التنقص الكهربي أو التفريغ الكهربي، عبارة عن انهيار العزل الكهربي، انخفاض مقاومة الغازات أو الهواء بين أطراف تيار الكهرباء، مسببة مرور سير من الإلكترونات أو مرور تيار كهربي في وسط غير موصل زي الهواء. وبكده يحصل القوس الكهربي أو الشرارة، ويسبب القوس الكهربي حرارة عالية جدا، ويستخدم في اللحام وأفران القوس الكهربي. فرن القوس الكهربي، يستخدم فرن القوس الكهربي لإعادة تدوير الحديد الخردة بعد صهره مع خام الحديد وبعض الإضافات لإنتاج حديد الصلب، وتعتبر هذه التقنية من التقنيات الحديثة في إنتاج الحديد الصلب. تختلف أفران القوس الكهربي عن أفران الحث في إن المعادن المصهورة تتعرض مباشرة لقوس كهربي، وإن التيار بيمر خلال المعادن. تحصل حرارة بحدوث قوس كهربي من الفلز المراد صهره من قطب أو أكثر معلق فوق الفلز، ويمكن استخدام قطب أو اثنين أو ثلاثة حسب تصميم الفرن، وتكون الأقطاب من الجرافيت أو الكربون. يتم تغذية الأقطاب من خلال محول لضبط الجهد والتيار. بيتم إضافة موحدات إذا كانت الفرن تعمل على التيار المستمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.